بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، صدق الله العلي العظيم. في أصعب الظروف أكبر درجة من النجاح، هذا من خصائص سادة الخلق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. في شتى المجالات، في كل المجالات، ولكن كلمة ولكن نتركها الآن، نأتي إليها بعد دقائق بإذن الله تعالى. النجاح الذي حققه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكنموذج أعلى بعد رسول الله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، النجاح الذي حققه المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، طبعا الحديث طويل جدا وجدا، أنا لا أستوعبه ونحن لا نستوعبه ولو اجتمع البشر كلهم وجعلوا جهودهم لا يستوعبون هذا الحديث كله، ولكن بسرعة. أولا، النجاح في البعد الفردي، كلمة واحدة، تكشف درجة هذا النجاح الذي حققه المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. النجاح في البعد الفردي له، في مسجد الكوفة عندما ضرب الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على أم رأسه، ماذا صاح؟ صاح: فزت ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى أي نجاح يحققه الشخص حتى يصل إلى درجة عندما يرى الموت يقول فزت. يوجد نجاح في البعد الفردي أعلى من هذه الدرجة؟ هذا بعد. ثانيا، النجاح في إدارة عالم الملائكة. نعم، نحن هذا الشيء واضح عندنا، إدارة عالم الملائكة
أوكلت إلى محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ضمن بقية الأمور، عالم الملائكة مليارات مليارات أضعاف عالم البشر كما وكيفا، وبالتبع إدارة عالم الملائكة أصعب وأدق من إدارة عالم البشر مليارات مليارات الأضعاف. البشر لا قيمة لهم في هذا الكون، البشر لا شيء في هذا الكون، والملائكة كل شيء في هذا الكون. ناهيك عن عددهم، ناهيك عن أهمية أدوارهم. الله عز وجل يوكل هذا العالم العلوي العظيم إليهم. طبعا عالم الملائكة بصورة عامة غامض علينا نحن البشر العادي، ولكن هذا المقدار أن هذا الكون مستمر، كل إمام في زمنه أوكل من جملة المهام هذه المهمة، أوكل إليه هذه المهمة، أوكلت إلى كل إمام ومشاها. لا نعرف تفاصيل، ولكن هذا الشيء مشى استمر من دون أي خلل. هذا عالم غامض نتركه. ثالثا، آيتان في القرآن الكريم. الآية الأولى، قبل أن أذكر الآية الأولى، أهم أعظم أفضل، عبر ما شئت، أعظم نجاح لإنسان ما هو؟ إنسان ينجح، النجاح درجات، في أي بعد إذا نجح يكون قد نجح أعظم نجاح في حياته؟ الهداية. الذي ينجح في هذا المجال هذا الشخص يربح الجنة، أكبر ربح للبشر، هذا أكبر نجاح. الإنسان الذي يهتدي قد حقق أكبر نجاح ممكن للإنسان. الهداية من أين؟ الآية الأولى، بل الله يهدي من يشاء. الهداية ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. هذا النجاح الأكبر لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الهداية، لهذا النجاح الأعظم، جعل طريقا، جعل واسطة. الآية الثانية، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هاد اسم الفاعل، يعني هادي، هادي اسم فاعل. الآية بالروايات المستفيضة الصحيحة، المقصود من ولكل قوم هاد علي وآل علي صلوات الله عليه. هذا النجاح الأعظم لكل من بلغه، لكل من وصل إليه، هذا النجاح لا يكون إلا من يد أمير المؤمنين. يعني ماذا؟ يعني لا نبحث عن أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نجح أم لا، كما يحب الآخرون أن يطرحوا هكذا أمور. لا، أمير المؤمنين ليس هو الناجح فقط، أمير المؤمنين هو مصدر كل نجاح، مصدر أعظم نجاح، مصدر أهم نجاح لكل شخص تحقق النجاح في حقه في هذه الدنيا. هادي يعني هو الذي يهدي، اسم الفاعل يعني ماذا؟
الناصر، الناصر هو الذي ينصر، الهادي هو الذي يهدي. مصدر أعظم نجاح هو ناجح، تبحث عن هذه المرحلة. لا يوجد نجاح في هذا الكون لأي شخص من البشر، عالم الملائكة تركناه بالنسبة للبشر، إلا وكان بهم صلوات الله عليهم، بأمير المؤمنين وأولاده الطاهرين صلوات الله عليهم. رابعا، هذا الذي يحبه النواصب، نجاح أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في السياسة، في إدارة الحكم. الله أكبر، أمير المؤمنين مهما كان، كلام النواصب، مهما كان فإنه ما كان سياسيا، ما كان يعرف السياسة، ما نجح في إدارة الحكم، ما نجح في السياسة، ما نجح. كان يحب، وقد صرح أكثر من مرة، أن يبقى هذا الحكم في أبنائه صلوات الله عليه، ولكن ما تمكن أن يحقق ذلك، ما كان ناجحا في هذا المجال. ماذا يقول الإنسان عن هكذا عقول؟ أمير المؤمنين ما نجح لأنه ما حقق ما أراد، صحيح. رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا ما تحقق ما أراده، رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير أعلن، وفي غير يوم الغدير إعلانا عاما، إعلان خاص، أشكال، أن خليفته أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الناس مشوا مشي ثانية، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله تعالى، والعياذ بالله تعالى، نتيجة كلامهم كان فاشلا في مجال السياسة؟ أصلا يوجد ناجح في تاريخ البشر مثل رسول الله صلى الله عليه وآله خلال 23 سنة يجعل من أمة منحطة، من بلد من أضعف بلاد العالم آنذاك، يجعل هذا البلد وهذا المجتمع أقوى إمبراطورية على وجه الأرض خلال 23 سنة فقط؟ يوجد سياسي، يوجد حاكم في تاريخ البشر تمكن أن يصنع مثل هذا؟ ما تحقق ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله. أصلا اجعلوا رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما في جانب، الله عز وجل، الله عز وجل أراد أشياء من البشر ما تحققت. الله عز وجل لا يريد للبشر أن يكون شاكرا، كم من البشر شاكر؟ الله يقول في القرآن الكريم وقليل من عبادي الشكور. لكن أكثر الناس لا يشكرون، الله يقول في القرآن الكريم. الله ما أراد للناس أن يكون شاكر، أن يكونوا شاكرين؟ أراد. ما تحققت إرادة الله عز وجل، إذن الله والعياذ بالله، والعياذ بالله، نتيجة كلامهم فاشل، لا يعرف السياسة. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الحكام في هذه الأرض أولياء الله، أن يكون الحكام أولياء الله. أكثر الحكام من أولياء الله أم لا؟ على مر التاريخ أكثر الحكام على مر التاريخ من الطغاة الظالمين. الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يكون الناس مؤمنين؟ أكثر الناس مؤمنون أم لا؟ وأكثرهم أو أكثرهم لا يؤمنون، لعله بل أكثرهم لا يؤمنون، هكذا الآية. يا أخي، القضية بمكان من الوضوح، هناك إرادتان، إرادة تكوينية، إرادة تشريعية، هذا الشيء يفهمه حتى الناس العاديون، كيف لا يفهمه هؤلاء المفكرون؟
الله سبحانه وتعالى إذا أراد تكوينا شيئا، إرادة تكوينية، أراد شيئا إرادة تكوينية، أن يقول له كن فيكون، قدرة مطلقة وذاتية. الله هكذا، أولياء الله، لا أقول رسول الله، لا أقول أمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام، أولياء الله كلهم إذا أرادوا شيئا يقولون له كن فيكون. رسول الله وأمير المؤمنين في قمة أولياء الله، الإرادة التكوينية، رسول الله يريد شيئا تكوينا، إرادة تكوينية فورا يحققه بأبسط إرادة يحققه أي شيء كان. أمير المؤمنين يريد شيئا بأبسط إرادة يحققه، لا يحتاج إلى تعب إذا كانت الإرادة إرادة تكوينية. هناك إرادة تشريعية لله عز وجل، الله أراد تشريعا، تشريعا يعني ماذا؟ يعني أمر ونهى، ترك الناس لحالهم، يأمرهم وينهاهم فقط، افعلوا ما شئتم، أنا الله أأمركم أن تكونوا شاكرين، أن أشكر لي ولوالديك، أشكر أمر. الناس يريدون أن يكونوا شاكرين فليكونوا، لا يريدون أن يكونوا شاكرين لا يكونوا، ما أجبر أحدا، ما أراد إرادة تكوينية، أراد للناس أن يؤمنوا. آمنوا، كم مرة هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم؟ أمر، أمر بالإيمان. ممكن أن يريد الله سبحانه وتعالى من الناس شيئا الناس لا يفعلون ذلك الشيء، نعم وما أكثره، هذه إرادة تشريعية. رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا أراد إرادة تشريعية، أن يكون الناس أتباع لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إرادة تشريعية، أمرهم في يوم الغدير، جعل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خليفة له، خلص أيها الناس هذا خليفتي اتبعوه. الناس لا يريدون أن يتبعوا، لا يتبعوا. أمير المؤمنين هكذا إذا كان يريد أن يحقق هذا الشيء، أن يستمر الحكم في أولاده، كان يتمكن ويعرف الطريقة، ولكن أبى إلا أن يمشي على طريقة أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله. أمر الناس، أيها الناس تريدون خير الدنيا والآخرة اتبعوا أبنائي الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. الناس لا يريدون، لا يريدون، ما كان يعرف؟ نعم كان يعرف، والقضية سهلة، كان يأخذ عصا بيده مثل فلان، أي شخص خالف مخالفة يسيرة يضربه على رأسه مرة مرتين 10 مرات 100 مرة 1000 مرة الناس ينضبطون، قضية سهلة جدا. ولكن هذا عقلك أنت الناصبي، أنت إذا جاء الحكم بيديك نعم ترتكب أكبر الجرائم في استبرار الحكم لك ولجماعتك. أمير المؤمنين ليس هكذا، والله لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما فعلت. أمير المؤمنين هكذا، تقيس أمير المؤمنين على عقلك المنحرف. نعم أمير المؤمنين لا يمشي على عقلك أنت، أنت أصلا عقل ما عندك، عقلك نائم، ليست عبارة عبارة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. في نفس هذه في هذه الخطبة، هذا الكلام لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول صلوات الله عليه، أقرأ لكم العبارة نفسها، والله
لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما فعلت، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لعلي ولنعمة تفنى ولذة لا تبقى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نعوذ بالله من سبات العقل. عقل نائم، سبات نوم العقل، يعني أنت الذي ترتكب كل شيء لأجل هذا الدنيا، هذه الدنيا، أنت عقلك نائم، أنت ما عندك عقل، هذا العقل غير مفعل. واضح؟ تريد أن يمشي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على هذا العقل النائم، هذا العقل المعطل، لا يمشي أمير المؤمنين. طبعا أمير المؤمنين بهذا المقدار لا يعصي الله لأجل هذه الدنيا، لا لأجل هذا الحكم، هذه الدنيا كلها. أهون وإن دنياكم عندي لأهون أقل من ورقة، ورقة، ورقة الشجر، ليست ورقة سالمة في فم جرادة تقضمها. هذه الورقة لها قيمة؟ أوراق مليارات المليارات في العالم لا قيمة لها، فكيف بهذه الورقة؟ الدنيا كلها أهون من هذا الشيء. كم هو هذا هين عندنا؟ عند أمير المؤمنين كل الدنيا هكذا هينة، بل أهون. لأجل هذه الدنيا يرتكب جرائم؟ حاشا له. نجاحات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حديث لا ينتهي، ولكن نرجع إلى كلمة ولكن. هناك بعد يرتبط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لنا تأثير فيه ليظهره على الدين كله. رسول الله صلى الله عليه وآله ما حقق هذا الشيء، أمير المؤمنين ما حقق هذا الشيء، الإمام المجتبى ما حقق هذا الشيء، الإمام سيد الشهداء ما حقق هذا الشيء، الإمام زين العابدين ما حقق هذا الشيء. هذا الشيء يحققه حفيدهم أرواح العالمين فداه. لماذا رسول الله ما حقق هذا الشيء؟ ما كان يعرف؟ لا، حاشا لله، الخطة كلها موجودة عند رسول الله. أمير المؤمنين لماذا لم يحقق هذا الشيء؟ بقية المعصومين لماذا لم يحققوا هذا الشيء؟ هذا شيء مشروط، فيه شرط. هذا لم يكن من تكليف رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم يا رسول الله، إن تحققت شروط ذلك أن تحقق هذا الشيء. الشروط ما تحققت، رسول الله أيضا ما كان مكلفا بذلك. شيء مشروط، شيء جعل على أهل البيت، شيء ما جعل على أهل البيت إلا مشروطا. إذا تحقق الشرط، الناس اتبعوك يا رسول الله، حقق هذا الشيء. ما اتبعوك اتركهم. يا علي أنت الناس وجدت أعوانا، قم. ما وجدت أعوانا اتركهم، لا عليك. تكليف مشروط. هذا الشرط في زمن رسول الله ما تحقق، رسول الله مشى. في زمن أمير المؤمنين ما تحقق هذا الشرط، أمير المؤمنين مشى. الشرط يكون بالحواريين، هذا من الشرط. رسول الله كل حواريه كانوا ثلاثة فقط من أكثر من ربع مليون صحابي. الصحابة يقال أنه عددهم أكثر من ربع مليون، لعله على أقل التقادير، لعله ثلاثة فقط كانوا من الحواريين. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كم كانت حصته من الحواريين؟ أربعة فقط. الإمام المجتبى اثنان فقط. حصة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام من الحواريين كانت عالية، كل من استشهد معه في يوم عاشوراء أيضا كان قليل. هناك عدد من الحواريين يلزم أن يتوفر هذا العدد، أقل من هذا العدد
المقدمات غير موفرة، 313 شخصا، هذا العدد الأقل، يلزم أن يتحقق هذا العدد، هذا شرط، شرط من الشروط لعله عدد المؤمنين، شرط من الشروط نسبة معرفة المؤمنين، شرط من الشروط الدعاء لتحقيق هذه المهام الكبيرة ليظهره على الدين كله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وأشرقت الأرض بنور ربها. تحقيق هذه المهام بحاجة إلى مجموعة شروط، نحن لنا دخل في هذا، في تحقيق هذه الشروط نتمكن أن نكون مساهمين في تحقيق الشروط. وأشرقت الأرض بنور ربها، شروط ليظهره على الدين كله، بدعائنا، بإصلاح أنفسنا، بتوجيه الناس، بتوجيه أبنائنا. الشيخ الأنصاري من كان؟ المقدس الأردبيلي من كان؟ واحد من المؤمنين مثل هؤلاء الشباب، لعله بعض الأفراد مثلي ومثلك ساهموا في صناعة شخصية الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، مساهمة ولو بسيطة، كلمة أو أي تأثير، الشيخ الأنصاري صار الشيخ الأنصاري، المقدس الأردبيلي صار المقدس الأردبيلي. ممكن أن نساهم في صناعة أبنائنا. المجلسي هذا العملاق رضوان الله تعالى عليه، تعلمون أحد أجداده ما كان مؤمنا أصلا؟ الأجداد القريبين طبعا، لا أعلم الجد الثاني الجد الثالث لا أتذكر بالضبط، أحد أجداده القريبين ما كان مؤمنا أصلا، شاب هداه بعض الأفراد لعله مثلنا، صار في نسل ذلك الشاب المجلسي الأول والمجلسي الثاني الوحيد البهبهاني وغيرهم من أساطين الفقه، من أساطين العلماء الفقهاء، هؤلاء كلهم كانوا في نسل ذلك الشاب الذي في بداية أمره ما كان مؤمنا أصلا. إخواني، بعد شهر وأيام يشرق علينا عيد الغدير، هذا العيد الأعظم، عيد الله الأعظم، ثقافة الغدير، مكانة الغدير، أصل الغدير، الإنسان يساهم في نشر هذا الفرحة العظمى، فرحة هي. وقد أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم للمرة الأولى والأخيرة، فقط مرة واحدة الله عز وجل أمر في القرآن الكريم بالفرح، فقط مرة واحدة، قل بفضل الله ونعمته فبذلك فليفرحوا، ليفرحوا، أمر بالفرح. أو لعله قل بفضل الله ورحمته، الآن لا أتذكر نعمته ورحمته، على أي حال فبذلك فليفرحوا، راجعوا التفاسير. الله أمر بالفرح، ناهيك عن الفرح، هذا شيء، هذه بوابة كبيرة، أكبر بوابة طيلة أيام السنة للصعود لغفران الذنوب، للعتق من النار، هذه البوابة أكبر بوابة، نساهم في نشره في أبنائنا، لأنفسنا ولأبنائنا وللآخرين. هذا طريق الآخر، هذا طريق النجاح الحقيقي. قاسوك أبا حسن بسواك، وهل بالطود يقاس الذر؟ أنا ساووك، بمن ناووك، وهل ساوونا علي قنبر؟ أمير المؤمنين اليوم وقبل اليوم يقاس بهكذا أشكال، والعياذ بالله تعالى، الذين لا يسوون نعلي قنبر، ويرجح عليه أولئك لا يفهمون الغدير،
أولئك أين كانوا أمير المؤمنين أين كان؟ أنت المهتم بحفظ الدين وغيرك بالدنيا يغتر. تركوا جريمة ما ارتكبوها؟ كل الجرائم تركوها. أمير المؤمنين كذب ما كذب. قالوا له نبايعك على أن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسيرة الشيخين. قال لا، كان يتمكن أن يكذب كذبا يقول نعم أعمل ثم لا يعمل بسيرة الشيخين، كان سهلا، كذبة واحدة. ما قال الحكم يذهب من يده، ليذهب. وأولئك حرقوا قتلوا سفكوا الدماء، دماء الطاهرين لا دماء الناس العاديين. وهذا أمير المؤمنين اليوم يقاس بأولئك. هذا ليس تكليفنا، نحن المتنعمون بهذه النعمة الكبرى، نحن الذين أمر الله سبحانه وتعالى أن نفرح بهذه النعمة الكبرى التي نحن متنعمون بها. نعم هذا تكليفنا. والغدير بواوة عظيمة، والفاصل بيننا وبين الغدير فاصل قليل، شهر وأيام، جدا قليل الفاصل. الأمر يحتاج إلى تهيؤ من قبل. أسأل الله سبحانه وتعالى بمكانة أمير المؤمنين عنده، بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، بفرحة رسول الله صلى الله عليه وآله، أن لا يسلبنا نعمة ولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.